صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلديوكا المعنونه على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. النهارده بدايه بسكوت وكحك وبتي فور وغريبه وبدايه احتفالات. احنا كمصريين ما بيفرقش معانا اي حاجه، وكستات بالاخص، يعني مش الحاجات دي مش مرتبطه عندنا بموسم. بيبقى الموسم بتاعها اكتر ساعه عيد الفطر، وبيبقى في اواخر رمضان، اخر 10 ايام من رمضان كده، بناخدهم كحك وبسكوت وغريبه وبتي فور وكعب الغزال ومنين وكل حاجه خاصه بالمخبوزات. لكن برضو علشان عيد اخواتنا المسيحيين يوم 7 يناير ان شاء الله باذن الله، برضو نفس النظام، بيعملوا كحك وبسكوت وبتي فور. فالنهارده الاسبوع كله مخصص لكل عشاق المخبوزات او الحاجات اللي هي بتاعه العيد. هنبدا بايه؟ اول حاجه هنعملها هو البتي فور. البتي فور عندنا ثلاث حاجات من البتي فور، وكل واحد حسب ذوقه. يا اما البتي فور يكون دايب خالص، دايب 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 دايب، يا اما يكون مقرمش من بره ودايب من جوه، يعني بيبقى تاكليه كده يبقى فيه تكه تقطم معاكي، لكن مجرد ما يدخل بقك يبقى دايب. التالت اللي هو تحس ان هو واخد من عجينه البسكوت شويه، اللي هو بيقرش وماسك نفسه. تلات انواع او تلات قوامات من البتي فور، وكل واحد على حسب ذوقه. طيب امتى اكون عايزه اللي هو يكون دايب خالص، او المكونات بتاعتي امتى اكون عايزه دايب خالص؟ يكون دايب في الماسكه ودايب في البق. البيض هو اللي بيفرق لي في الحاجه دي، البيض المكون الوحيد اللي بيوصلني للقوام اللي انا عايزاه. طيب انا النهارده مستخدمه صفار بيض بس صافي، مش حاطه عليه اي حاجه تانيه. طيب القوام ده ايه؟ اللي هو دايب خالص، اللي انا بحبه بصراحه. انا بحب القوام دايب خالص، اللي هو تمسكيه يبقى دايب، تحطيه في بقك يبقى دايب قوي. علشان كده مستخدمه صفار بيض بس. طب لو انا عايزاه يا نونا يبقى ماسك نفسه لكن يقطم معايا سنه كده، لكن في نفس الوقت يبقى دايب في البق، اعمل ايه؟ مقدار البيض بتاعنا بنعمله نصه صفار بس والنص التاني بيض كامل، يعني تلاتة صفار بيض والتلات بيضات التانيين كاملين. ده يديني ايه؟ قوام متماسك بس تقطميه، يدي قطمة لكن دايب في البق. طب لو انا عايزاه زي البسكوت، اللي هو يبقى يقطم وفي نفس الوقت يبقى ماسك نفسه، يبقى المقدار البيض كله بيض كامل بياض وصفار. لكن انا النهاردة مختارة اللي هو اللي احنا بنعمله، اللي ماما ربنا يديها الصحة والشفاء والعافية معودانا عليه، اللي هو دايب خالص، سواء قوام او دوبان في البق، ما فيهوش تكه، تمسكيه دايب ناعم. علشان كده انا النهارده مستخدمه صفار البيض صافي بس، ما عليهوش بياض خالص. طيب مقدارنا بيبقى ايه؟ بصوا كده، الناس اللي بتشتغل بالكوبايه، انا متعوده على طول معاكم ان احنا بنشتغل بالكوبايه، اللي هو زي امهاتنا، ما كانش فيه ميزان، ما كانش فيه حاجات والكلام ده كله، بس ده ما يمنعش ان الناس اللي بتحب تشتغل بالميزان وتظبط المقدار على الشعره برضو تشتغل بالميزان زي ما هي عايزه. فالنهارده انا شغاله بالكوبايه، بمعنى ايه؟ ان انا النهارده عندي 6 دقيق 3.5 زبده. الكوبايه اللي عاير بيها الدقيق هي اللي عاير بيها الزبده، هي اللي عاير بيها السكر البودر. تمام؟ مقداري ايه؟ 3.2.1. لو 3 انا عندي 6 دقيق 3.5 زبدة، مزودة مقدار الزبدة شوية، هو المفروض يكون 3 بس أنا مزودة مقدار الزبدة شوية. ليه يا نونا مزودة مقدار الزبدة شوية؟ علشان على حسب كثافة الدقيق اللي عندي، يعني على حسب كثافة الدقيق أنا ممكن أسحب أكتر من 6، لكن لو الكثافة بتاعتي مظبوطة هياخد التلاتة زبدة بس. أنا مش مركزة. نطلع فاصل طيب ونرجع نكمل. رجعنا من الفاصل نكمل بقى حلقتنا. استاذنك يا جيمي معلش نزل المقادير تاني. مقادير اللي هنعملها النهارده البتي فور، انا قلت لو احنا عايزينه دايب، او لو احنا عايزين القوام بتاعه يكون متماسك شويه، او لو احنا عايزين القوام بتاعه يكون متماسك قوي. طيب المقدار اللي احنا متعودين عليه واللي انا متعوده عليه من ساعه ما بدات ان انا اشتغل هو مقدار امي ربنا يديها الصحه ويا رب ويشفيها ويعافيها، اللي هو 6 دقيق 3 زبده 1.5 سكر.
ده المقدار بتاعنا اللي هو وستة صفار بيض. طيب ليه انا عامله 3.5 دقيق؟ لان انا لما لقيت ان انا بشتغل 6 و3 و1.5 باجي الاقي العجينه ناشفه شويه او محتاجه سنه سيوله شويه او سوائل شويه، باجي ساعتها يا اما اعمل ايه، يا اما بروح حاطه صفار بيض زياده يا اما بروح حاطه شويه زبده. فانا بدات اخدها من قصيرها على طول ان انا احط 6 دقيق، 3.5 زبده، معايا كوبايه ونص سكر بودره، ويكون منخول 6 اصفر بيض، معلقه صغيره فانيليا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر. طيب عندي العجان، ولو ما عندكيش العجان هنشتغل على ايدينا، بس بياخد منك خلطه شويه. يعني ماما كانت بتشتغل بتعمل ايه؟ بتروح ماسكه الزبده والسكر وتبدا ببطن ايديها وتبدا تعمل كده، تدعك 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 لحد الزبده ما لونها يفتح خالص وتبدا تبقى كريمي. ترجع بعد كده تروح نازله بالبيض مع الفانيليا، وترجع بعد كده تنزل بمقدار الدقيق. كل ده ربنا يديها الصحه كان بيبقى على قديها. دلوقتي احنا الدنيا سهلت خالص عن الاول، فبنبدا ان احنا نشتغل بالحاجات اللي تسهل على البنات ان هم يدخلوا المطبخ ويطلعوا نتيجه مظبوطه. طيب انا عندي ايه؟ التزيين بتاعنا شوكولاته فرماسيه ومربى. عندك شوكولاته اي شوكولاته سايله؟ هنشوف مع بعض ايا كان الموجود. انا عن نفسي كانونه يعني بتاكله ازاي؟ بحبه يا اما ساده خالص على قد سواه كده، يا اما اللي هو مرزوق مربى بس بيبقى في منتهى الجمال. بصوا كده، دي زبده بدرجه حراره المطبخ، هبدا ان انا احط معاها السكر واخلط بالمضرب السلك حبه حلوين علشان الزبده تبدا ان هي تدي خليط كريمي وتبدا تفتح ولونها يبقى فاتح خالص كده ابيض، مش اللي هو الاصفر زي ده. فده هنبدا ان احنا نشغله بالسلاح السلك يوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، وابدا بعد كده اغير السلاح تاني. هشوف دلوقتي او هوريكم هيبدا الشكل يبقى عامل ازاي. بسم الله. نبدا على الهادي علشان السكر ما يطيرش في وشنا، وابدا بعد كده اعلي شويه بشويه. انزل اللي في الجوانب كله وابدا اشغل تاني بالراحه وعلى الهادي خالص كده، ما بياخدش اصلا معاكي وقت. امشي بس في الخطوات مظبوطه هيطلع معاكي زي الفل. يعني كده بالشكل ده ارجع ان انا اشغل تاني. شايفين طبعا شكل الزبده بدا ان هو يفتح، بس مش ده برضو اللون اللي احنا عايزينه. بسم الله. احنا شغالين، نزلت صفار البيض ونزلت الفانيليا، مش هشتغل براحتي، ارجع انزل كله كده وابدا ان انا اشغل تاني سلاح السلك علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها. احنا معانا تليفون يا شباب، انتوا مستنيين لما نسال مسال؟ ما فيش صوت. صباح الفل يا امال. ازيك يا شيف نونا؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله والله. يا رب تكوني بخير دايما. انا بحب حضرتك والله جدا وبتابعك على طول. حبيبتي الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك قوي. وحضرتك بصحه وسعاده ويعيد عليك الايام بخير يا رب. يا رب احنا وحضرتك يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. اموريني. لا ده بسلم على حضرتك بس. سلم عمرك يا رب. سلم عمرك كل سنه وانت بألف صحه وخير يا رب. نورتيني يا حبيبتي، يومك حلو زيك. نورتيني.
نبدأ نشغل تاني. بسم الله. شايفين الشكل؟ بدأت إن هي تفتح خالص معايا عشان أنزل كل اللي فيها. بسم الله. أنزل كل اللي في سلاح السلك كده، ما يبقاش فيها اي حاجة بالشكل ده. ارجع بعد كده اعمل ايه؟ اروح حاطه سلاح الكف علشان ابدأ اخلط. انا مش عايزة مجرد ما اجي احط الدقيق اعمل سلاح السلك، لا انا عايزة يدوب المكونات تتخلط مع بعضها. طيب كده تمام، هبدأ ان انا حطيت البيكنج باودر على الدقيق، هنزل الدقيق كده. واروح عاملة كده. واخلط بقى على الهادي الاول. بسم الله. يا دوب المكونات كلها تتخلط مع بعضها وما عجنش كتير. مع البيض مع الفانيليا يشربوا الدقيق ويبداوا ان هم يعملوا عجينه، نبدا ان احنا نشكل بعد كده. ننزل كل في الجوانب عشان الزبده تتخلط كويس، ونصبح على ام معاذ ونقول لها صباح الهنا. الو، صباح الفل. كل عام وانت بخير يا رب، وحضرتك دايما بخير يا حبيبتي، دايما كلها بخير يا رب، يا رب الجميل اللي معاكي كله بخير حبيبتي. الله يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك ابدا. ازيك يا ست نونة، عامله ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، انت عامله ايه حبيبتي؟ وحشتيني يا رب، يبارك لي في عمرك ويديك الصحه يا رب. الله يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك ابدا. خلي بالك من نفسك يا جميل، عشان انا بحبك جدا 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 حبيبتي. الله يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك. ربنا معاك يا رب ويعطيكي الف عافيه يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، عام سعيد عليك يا رب. اللهم امين. نورتيني نورتيني يا حبيبتي، مع الف سلامة. نزلت الزبدة اللي في الجوانب. استنى كده، انا شايفة في الكاميرا. لا هاتهالي تاني. في زبدة اهي، كل دوت عايز ينزل، عشان كده بقول نخلط كويس عشان نبقى متأكدين من اللي بنعمله عشان نديني نتيجة مضمونة بالشكل ده. بيبدأ شكل العجين يتغير معانا، بس لا في حاجة، في زبدة في الجوانب مش طالعة. نعمل كده عشان نطلع كل اللي في الجوانب ده، وفي ده في الأرضية زبدة كتيرة اهي، عشان كده بقول ان احنا نخلط كويس علشان نبقى متأكدين ان المكونات كلها تمام وزي الفل. صباح الفل يا ام يوسف. صباح النور يا عم. صباح الهنا، عامله ايه؟ تمام بس لحضرتك. يا رب تكوني بخير دايما، كل سنه وحضرتك بخير.
انا وحضرتك طيبه وحضرتك سعيد علينا. يا رب يا رب عليكي وعلى الامه كلها يا رب، اللهم امين. ممكن اكلمك بعد الحلقه؟ ادي رقمك لرغده وعينيا الاثنين. حاضر، نورتيني. شباب احنا معانا تليفون تاني داخل في التليفون. احنا معانا تليفون تاني داخل جوه التليفون. الو 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 الو، استاذنك بس تقفلي التلفزيون وتسمعيني من التليفون. ماشي. تسلميلي. سامعاني كده؟ الو الو. طب حاولي تكلميني تاني. بسم الله. لمينا كل الزبده اللي في الجوانب ولمينا كل الزبده اللي من تحت وبدانا ان احنا نخلط المكونات تاني مع بعضها. بدات تجمع معايا عجينه. مجرد ما تلاقوها جمعت العجينه وبدات ان هي تسيب الجوانب كلها وتعمل عجينه ملمومه، نبدا ان احنا نشكل بيها. عايزه اوريكم شكل العجين مختلف ازاي مع الخلط. بصوا شايفين من المنظر ده. ابدا برضه انزل اللي في الجوانب عشان لازم يكون ناعم عشان اخلط كويس، ما يبقاش ان هو ناشف بالشكل ده كده. والم بقى وخلاص. بسم الله. في هنا حاجة، بصوا شايفين العجينة؟ شايفين ظاهرة معايا ان هي ناشفة. ليه ناشفة؟ ده بقى اللي انا كنت بتكلم عليه في اول الحلقة، ان انا قلت ان انا حاطة ستة دقيق، تلاتة زبدة، المفروض ستة دقيق، تلاتة زبدة، واحد ونص سكر. فانا علشان كثافه الدقيق انا مش ضمناها، كثافه الدقيق ممكن تكون عاليه فتمتص لي السوائل كلها اللي انا حطاها وتطلع ناشفه مش سايله بالشكل ده، فرحت مزوده ايه؟ مزوده نص كيلو زبده، نص كوبايه زبده. بقى عندي 6 دقيق 3 ونص زبده، معايا كمان كوبايه ونص سكر ومعاهم الستة صفار بيض. طب انا شايفه ان هي ناشفه، انا دي لو حطيتها في الكيس الحلواني وجيت شكلت بيها كانت هتبقى عندي مشكله، وهبدا ان انا ادوس وممكن ان هي النشفان بتاعها ده يخليها تشقق معايا. ممكن نوطي صوت الموسيقى لو سمحتوا علشان الناس تسمعني حتى، فتبدا ان هي تنشف معايا بالشكل ده كده. اجي احطها في الكيس الحلواني وابدا ان انا اشكلها تدخل الفرن تشقق وتفتح، ما بقاش عندي بتيفور بتيفور ناعم، لا انا عندي بتيفور ناشف اهو، انا حاسه بيه ناشف. طب هعمل ايه؟ هتستنوني بعد الفاصل عشان اقول لكم هنزود ايه. هل هنزود زبده ولا نزود صفار بيض علشان يديني السيوله اللي انا عايزاه، وابدا اشكل كل دوت مع بعضه ازاي؟ اعرفوا بعد الفاصل. هنعالج العجينه دي ازاي؟ اوعوا تروحوا في اي حته ومستنيين. ورجعنا من الفاصل. ركزوا معايا في الكلمتين اللي هقولهم دول. نوع الدقيق مهم جدا 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 جدا، هو الاساس في نجاح اي وصف، هو الاساس في نجاح اي وصف. طيب احنا دلوقتي حطينا المقدار بتاعنا تمام، وقلت عشان كثافه الدقيق فتلات ست كوبايات من الدقيق بنعمل عليهم تلاته ونص من الزبده علشان ياخد براحه ويشرب السوائل براحته، وعليهم كوبايه ونص من السكر وست صفار بيض. طيب احنا لما اشتغلنا انا لقيت العجينه ناشفه، قبل ما اطلع من الفاصل قلت لكم العجينه ناشفه، دي مش عجينه بتيفور، عجينه البتيفور بتبقى سايله عن كده شويه. طيب قلت لكم قبل ما اطلع الفاصل هنشوف يا اما هحط صفار بيضايه يا اما هحط شويه من الزبده، عندك خيار من الاثنين علشان يمشي لك العجينه. انا رحت واخده معلقتين زبده مسيحاهم في الميكروويف
ورحت واخده نص العجينه شايلاها وخليت النص الثاني بس وحطيت عليه معلقتين الزبده اللي سيحته ولفيت العجان لفه خلطت مع بعضه مش عايزه اكتر من كده عشان يديني القوام ده. ده القوام اللي انا عايزاه. شايفه؟ طار ازاي؟ ده اللي انا عايزاه، ده يسهل عليا ان انا احطه في العجان واشتغل بيه على طول. فلما سالتهم في المطبخ ايه نوع الدقيق؟ قالوا لي طبعا اسم مش معروف، وحتى لو معروف انا مش هينفع ان انا اقول عليه، تمام؟ فنوعيه الدقيق بالنسبه لنا مهمه جدا في الشغل. نوعيه الدقيق بالنسبه لنا مهمه جدا في الشغل. فنبدا ان احنا نهتم بالنوعيه كويس ونهتم بالحاجه اللي احنا هنعملها كويس علشان ما نضطرش نحط زبده تاني، نبدا ان احنا نحط صفار بيض تاني او نحط بيض لو انت عاملاه بقوام مختلف، فعلشان تطلع معانا العجينه مظبوطه. شايفين القوام عامل ازاي؟ علشان يسهل معاكي الشغل ويسهل معاكي التشكيل. سواء بقى بتشغلي او بتشكلي بمكنه البتيفور او بتشكلي بايديكي او بتشكلي بكيس حلواني او بتشكلي بالقمع زي امهاتنا زمان كده على حسب ما انت عايزه. طب احنا كده جمعنا العجينه بتاعتنا علشان نبدا نشكل. التشكيل بقى حاجه مهمه جدا علشان ايديكي ما تتعبكيش، انا مش عايزه ايدك تتعبك. العجينه بتاعتنا اهي وانا هعمل كده اهو بالشكل ده. خلاص انا دخلت العجينه في الكيس، ويفضل ان انت لما تيجي تستخدمي اكياس الحلواني لتشكيل بتيفور او تشكيل بسكوت تبداي تستخدمي الاكياس الثقيله عشان الخفيفه هتلاقيها بتفك منك. طيب هل انا الصح بتاعي ان انا امسك العجينه من فوق كده وابدا ادوس عشان كل ده ينزل معايا؟ لا ده مش صح. امال اعمل ايه؟ بمسك هنا كده بقسم العجينه من هنا والف كده، شفتوا اللفه دي؟ اللفه دي كده علشان امسك بده، ده بس اللي ادوس عليه، لكن ده موجود فوق اهو. طيب علشان اجي اشكل هروح عامله هنا كده سنه بسيطه من العجينه واروح عامله عليها الورقه. ليه؟ ده هيثبت لي العجينه ما تتحركش وانا بشكل، وابدا بقى اشكل بسهوله. الجزء ده عفوا، الجزء ده اللي انا بدوس عليه والجزء ده هو سايب، انا مش ماسكاه او لو همسكه عشان العجينه ما تقعش مني، لكن ده الضغطه كلها على ده. بسم الله واعمل كده بالشكل ده. كده. شايفين؟ على حسب المقاس اللي حضرتك عايزاه. ونصبح على ام سيف ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير. صباح العسل، عامله ايه؟ ازي حضرتك يا شيف نور؟ عامله ايه؟ انا بخير طول ما حضرتك بخير، الله يسعد لي قلبك، تسلمي وتعيشي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك بصحه وسعاده ويعيد عليكي كل الايام بخير يا رب، تسلميني. ربنا يخليك يا شيف نور. الله يبارك لي في عمرك واموريني. معلش يا شيف نور، كنت عايزه اسالك على عجينه الطعميه، عملتها واول ما احطها في الزيت بتفرش مني خالص. بتفرش منك، يبقى عايز تتعجن كويس يعني تتطحن كويس. وتحط لها بيكنج باودر وتحط لها شويه كربوناتو. انا حطيت لها كربوناتو بس. وتحط لها حبه بيكنج باودر عشان تطلع هشه معاكي. واخلطيها كويس قوي هتطلع معاكي مظبوطه. نورتيني يا موسيقى. نبدا ان احنا نشكل كده زي ما قلت لكم، خلص مقدار العجين ببدا انزل حبه كمان، لكن اللفه دي كده مهمه بالنسبه لي. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 170 ل 180، ما يزيدش عن كده تحت بس طبعا، ما يشتغلش فوق وتحت عشان يطلع معانا تسويه مظبوطه. بالشكل ده كده. طبعا عايزه تشكلي حبه من الكاكاو، بتسيحي معلقتين زبده وتقلبي فيهم معلقتين كاكاو وتحطيهم على العجينه بالشكل ده كده.
ده البيتفور بتاعنا النهارده اهو. طبعا احنا مسكلين حبه من قبل الهوا، مسويين برده حبه من قبل الهوا. ولما تيجي تسوي بيتفور بني تحطي بيتفور بني مع ابيض علشان يديكي تسويه واحده وتعرفي التسويه بتاعته عامله ازاي. نبدا ان احنا نحطه في الفرن، ما بيكملش من 8 دقايق ل 10 دقايق، ولازم تبصي عليها تلاقيه استوى على طول. اسهل من كده مفيش، اسهل من كده مفيش. طريقه التسويه مهمه جدا، طريقه ان الدقيق نوع الدقيق مهم جدا بالنسبه لنا علشان يديكي نتيجه مظبوطه وانت شغاله. عينيكي هي المقدار، عينيكي المقدار. معانا تليفون، معانا مين؟ ونصبح على ام مي ونقول لها صباح الهنا. صباح النور. صباح الجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك عامله ايه؟ بخير طول ما حضرتك بخير، تسلمي وتعيشي. منوره والله، انا بحبك قوي. حبيبتي الله يبارك لي في عمرك يا رب، تسلميني. وحشتيني جدا قوي والله يا شفنونه. حبيبتي الله يخليكي، ما نحرمش منك ابدا. انا بقالي شهرين والله يا شفنونه، معلش التليفون كان فاصل عندي. يا حبيبتي ولا يهمك، نورتيني لعل يا رب. انا والله وشفت كل حلقاتك الجميله جدا. يا حبيبتي الله يبارك لي في عمرك يا رب، ما نحرمش منك ابدا، تسلميني. يخليكي. حبيبتي اموريني. انا بحبك قوي والله العظيم. الله يبارك جدا حبيبتي، ما نحرمش منك، وسنه سعيده عليكي يا رب، يعيد عليكي كل الايام بخير. انا حضرتك طيبه وحضرتك بخير وصحه وسعاده يا قلبي. نورتيني يا ام مي، نورتيني. بصوا كده الصينيه عامله معايا الصح. نعم ايوه عفوا. نبدا ان احنا ناخد باقي العجين، واهم حاجه اللفه اللي تحت دي علشان تديكي نتيجه مظبوطه. بسم الله. البيكنج بودر اللي احنا حاطينه هيبدا ان هو يرفع لي البيتيفور. الصينيه ما شاء الله. والله نغير الرسمه خالص عشانكم. عشان الصينيه مش عاجبها الوضع. نبدا ان احنا ننزل جزء من العجين كده، واهم حاجه اللفه اللي بنلفها علشان يسهل على ايدينا اهي. نعم. صباح الفل يا بسمله. صباح الخير. صباح العسل، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما. انا بموت فيكي وانا بعشقك. انا بحبك بطريقه ما تتروينش. الله يسعد لي قلبك، ما نحرمش منك ابدا. وصفات كتيره قوي بعملها بتنجح بسببك والله. يا حبيبتي دي تسلم ايديكي انت عليها والله. قولي لي يا بسمله ليكي اي طلبات؟ لا كفايه بس انا بتكلم معاكي والله. يا حبيبتي ما نحرمش منك ابدا، تسلمي وتعيشي. تسلمي لي حبيبتي وسنه سعيده عليك يا رب. طبعا بي انا ماليش ضغط على ايديا الصراحه، مش قادره اضغط اكتر من كده. اه مش هتلاقوني وقعت منكم. بتقولي يا محمد عاوز صحه؟ وانا ما بقاش عندي صحه خلاص الحمد لله. يا اختي الله يخليكي. نصبح على مين؟ نصبح على ام طارق، وهاتولي حله العجان يا شباب عشان نعمل الغريب. صباح الفل يا ام طارق. صباح الخير. صباح العسل، عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. صباح الخير. الله يسعد لي قلبك. الحمد لله. اموريني. بقول لحضرتك الجيل الحلو ايه؟ رغده هتقول لك عليه في الكنترول. يعني رغده هتقول لك دلوقتي اسمه ايه واحنا بنستخدم ايه. طيب هاتولي حلة العجان و بتفور عندنا في الفرن ما شاء الله عليه. تعال نبص عليه يا احمد كده. احمد تعالوا نبص كده على اللي في الفرن. يلا بينا. بسم الله نفتح. انا مش سامعاك يا جيمي. بص المنظر.
ده اللي احنا لسه عاملينه مشكلينه مع بعض، وده اللي معمول قبل الهواء. البيتي فور لما بقى البيكنج باودر اللي احنا حاطينه بيعلى، لكن ما بينفش يعني ما بيفرش. لكن لو السكر انت حطاه زياده هينفش معاكي ويفرش. لكن بصوا هتلاقوا الواحده بوحدتها نفس اللي احنا عاملينه، يا دوب هيعلى سنه بسبب البيكنج باودر اللي حاطينه. نقفل كده ونتابعه برده علشان ما يبص معانا. طيب ارجع واقول نوعيه الدي مهمه مهمه مهمه. نوعيه الدي لو كانت كويسه كان من اول مره عجناه طلع معايا الخليط مظبوط. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الغريبه. المغريبه طريقتها سهله جدا وبسيطه، بس محتاجه لها سمنه بيضه ايا كان نوع السمنه اللي انت تعمليها، عايزه سمنه بيضه وتكون ساقعه، سمنه بيضه وساقعه. طيب عندي نص كيلو دقيق معاه ربع كيلو سمنه بيضه وتكون ساقعه في الثلاجه، ثمن كيلو سكر بودره، بمعنى كوبايتين دقيق، كوبايه سمنه، نص سكر. لو ثلاثه دقيق كوبايه ونص سمنه، كوبايه الا ربع سكر. ده نص ده وده نص ده. للوش بتاعنا طبعا عندنا فستق وعندنا لولي، والعجينه برضو لازم نشوف قلقانه من موضوع الدقيق. طيب هخلط السمنه والسكر، خلينا مع بعض ايه عشان انتوا برضو نفس النظام لو عندكم في البيت حصلت الموضوع دوت. هنبدا ان احنا نحط السمنه والسكر ونخلطهم كويس مع بعض. وهنا بقى انا مش هحط كميه الدقيق كلها. ليه؟ علشان ما يحصلش معايا زي ما حصل معايا في البيتي فور. هحط السمنه والسكر واخلطهم كويس مع بعض لما الخليط يبقى كريمي كده ويبقى ناعم، وهنزل بالدقيق شويه شويه لحد ما يوصل للقوام اللي انا عايزاه. وانت برضه عندك نفس النظام، لو مش واثقه من اسم الدقيق او بقاله فتره كبيره او مش واثقه من الخامه بتاعته او الكلام ده كله، كل اللي هتعمليه هتحطي السمنه مع السكر والسمنه تكون ساقعه، تخلطيها هي والسكر كويس، وبعد كده هنزل بالدقيق معلقه معلقه لحد ما تديني شكل العجينه اللي انا عايزاه، علشان ما اضطرش ان انا احط سمنه تاني. بسم الله. في ناس بتحط بياض بيضه مع الغريبه، في ناس بتحط بياض بيضه. ليه احط بياض بيضه؟ علشان لو انا عايزه الغريبه تبقى مقرمشه معايا. في ناس بتحب الغريبه، هم الطبيعي بتاعها تقول لك ايه، اه ناعمه يا غريبه. هي لازم تكون ناعمه خالص، ناعمه خالص، دقيق وسكر وسمن. لكن حته ان انا احط بياض بيضه دي علشان يبقى القوام بتاعها ممسوك، تبقى يحس ان هي ايه، فيها تكايه، فيها قطمه كده. لكن انا بصراحه هعملها السنه دي من غير بياض بيض. شايفين؟ بس عندي هنا حاجة انتم مش شايفينها، اللي هي ايه؟ اللي هي بصوا، شايفين اللي في الأرضية ده؟ اهو ده، بصوا لسه سكر اهو في الأرضية، لسه ما تلمش مع السمنة، لسه ما تلمش مع السمنة. فاعمل كده عشان اخلطه مع اللي طايل العجان، عشان يبقى خدت المقدار كله مظبوط، واخده المقدار كله مظبوط، ما يبقاش في حته سكر او حته سمنه ما اتخلطتش مع بعضها. وابدا ان انا اشغلها في العجان دلوقتي، وعشان حته مشكله الدقيق اللي مقابلانا من اول الحلقه هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا انزل بالدقيق معلقه معلقه. وانت نفس النظام اعملي عندك كده، اعملي عندك كده، اخلطي الزبده مع السكر او السمنه مع السكر، وانزلي بالدقيق شويه شويه. الغريبه بتتعمل بسمنه مش بزبده، بسمنه بيضه مش بزبده. بسم الله ما شاء الله ريحته تحفه وماشي تمام وزي الفل. بسم الله. نيجي كده، المفروض المقدار الطبيعي لو الدقيق كويس هيبقى ايه، نص كيلو دقيق.
لكن انا مش هحطه كله علشان يخلط معايا ويديني النتيجه اللي انا عايزاها. في دقيق بيشرب سوائل رهيبه، يعني مهما تحطي له الكثافه بتاعته بتبقى فظيعه قوي، عايز سوائل زياده، علشان كده في البيتي فور لما حطينا الدقيق شرب السوائل في ساعتها وكان ناشف وعايز سوائل زياده، عشان كده اضطرينا ان احنا نحط له زبده. وممكن كمان نحط له شويه ميه صغننين قوي نبدا ان احنا نخلط بيهم، لو انت ما عندكيش زبده ممكن نخلط بشويه ميه صغيرين. بسم الله. نجمع الزبده كده اللي في الجوانب كلها واللي في الارضيه عشان تتخلط معانا، وزي ما انتم شايفين انا ما حطيتش الدقيق كله وربنا يستر بجد يعني. بسم الله. بصوا بعمل ايه، بروح ماسكه كده حته الغريبه في ايديا اهي عشان اتاكد ان هي مش محتاجه حاجه تاني، بعمل كده على ايدي. بصوا بقى الاختبار ده مهم جدا، بكور حته الغريبه كده اهي ناعمه ما فيهاش اي تشققات ماشي، بس انا عندي عايزه بقى حاجه مهمه اروح عامله كده، لو انا ضغطت هنا ضغطه كده وما شققتش يبقى العجينه تمام. تمام جدا، ضغطت ضغطه في النص وما شققتش، معنى ان هي ما شققتش يبقى هي مش محتاجه حاجه تانيه. انا عايزه الغريبه كلها تبقى الحجم ده، عايزه الغريبه كلها تبقى الحجم ده. عندي صاج بالمنظر ده كده، يبقى العجينه كده عندي تمام، مش هحط عليها اي حاجه تانيه. شفتوا فضل قد ايه من الدقيق؟ ادي اللي فضل من الدقيق. تخيلوا بقى لو كنا حطينا الكميه دي كلها على المقدار الزبده اللي احنا حاطينه كانت هتطلع ناشفه، ومجرد ما ابدا ان انا اشكلها كانت هتبدا ان هي تشقق وتدخل الفرن تروح مشققه زياده. فليه بقى ده كله؟ عشان كده بقول نختار نوعيه دقيق ممتازه او نوعيه دقيق كويسه مضمونه علشان تديني النتيجه اللي انا عايزاها. نبدا ان احنا نكور كده الغريبه، هتطلع معانا حلوه جدا وهتطلع معانا ناعمه قوي. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الغريبه بتتعمل بسمنه بيضاء، مفيش حاجه اسمها زبده صفراء او سمنه صفراء، مفيش الكلام ده، لازم تكون سمنه بيضاء عشان تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. بس نكور بقى كده جنب بعض ما شاء الله عليها، ونبدا ان احنا نكون محضرين مثلا لولي، محضرين فستق، عايزه تحطي نص بندقيه، عايزه تسيبيها ساده خالص، عايزه تاخدي زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا تاخدي جزء من العجينه حته صغننه كده وتكوريها او تخلطيها مع معلقه كاكاو وتكوريها كور صغننه كده قد حبه اللولي وتحطيها في النص، مش هتقول لك برده لا. بالشكل ده كده هتطلع معانا زي الفل، ما بنشغلش طبعا فوق وتحت، لا بنشغل تحت بس، درجه الحراره بتبقى على درجه حراره 150، الغريبه بتستوي على درجه حراره 150، تحطيها في الفرن يا دوب الارضيه بتاعتها تاخد لون تروحي مطلعاها على طول. في بقى عايزه العجينه نفسها تدخلي فيها فستق مجروش او تدخلي فيها بسم الله الرحمن الرحيم بندق مجروش، او عايزه تعمليها بالسوداني اخلطيه مجروش ناعم مش مجروش خشن،
ما يبقاش مفروم بس يبقى واضح معانا، وتبداي ان انت تخلطيه مع العجينه نفسها وتبداي تكوري، هتحسي ان انت ايه حاجه مختلفه، وتيجي تاكل غريبه داخل معاها المكسرات اللي انت حطاها هتطلع معاكي زي الفل. بصوا كده بنعمل كده ضغطه بسيطه كده. بصوا انا لما بضغط ما بتشققش ما بتفتحش ازاي. هبدا ان انا احط الفستق بالشكل ده، ممكن تحطي الفستق وتضغطي بيه اهو، هتطلع معاكي زي الفل بالشكل ده كده. ممكن اعمل ايه تاني؟ ان انا اكور حبه من العجينه وابدا ان انا احط فيهم اللولي. انا مش لابسه كلافز وشغاله بايديا، عشان احنا في البيت ما بنشتغلش بكلافزات، بنشتغل بايدينا، بس انا لابسه يعني شغاله بايديا اكتر علشان عايزه احس بملمس العجين واشوف النعومه بتاعته عامله ازاي. نعم يلا بينا نعمل كام واحده بس كده نعملهم لولي. بصوا جميله ازاي، صغننه وحلوه جدا، ناعمه جدا، تمشي معانا زي الفل. البتيفور اللي احنا عملناه ده اللي عملناه في الهواء وسويناه مع بعض، هوريكم دلوقتي يهدى بس شويه، ما تحركوهوش قبل ما يهدى علشان يديكي النتيجه اللي انت عايزاها. هنسوي كمان مع بعض الغريبه، وطبعا احنا عاملين منها قبل الهواء ومسويينها، وهسوي اللي احنا عاملينها دلوقتي حالا مع بعض عشان اوريها لكم. هي ما بتاخدش وقت في النار، درجه الحراره بتاعتنا بتبقى 150 عشان تديني نتيجه مظبوطه. طريقه سهله وبسيطه، لو الحاجه عندنا خامتها او الماتيريال بتاعها كويس هتطلع معاكي زي الفل، اسهل من بره بكتير وارخص واوفر وانضف، وهيرمي معاكي كميه حلوه قوي. كل سنه وانتم طيبين، ويعيد عليكم كل الايام بخير يا رب. نعمل دي كمان عشان نحط فيهم لولي ونبدا ان احنا نطلع فصل. بصوا ناعمه وجميله ازاي، دي فعلا اللي بيقولوا عليها اي ناعمه يا غريبه. عندنا اللولي اهو، ده طبعا صالح للاكل، بيتباع عند مستلزمات الحلواني. زي سكر كده، ما هو الفضي دوت زي سكر كده صالح للاكل. بالشكل ده كده نضغط ضغطه كده. ارجع واقول برضو الغريبه ما لو السكر بتاعها، ناس تقول لي ايه نونا الغريبه بتفرش، بتبقى وبتوسع كده بيبقى شكلها مش حلو، ده بيبقى ان انت مزوده السكر. ادخلوا السكر كويس هيطلع معاكم النتيجه مظبوطه. المنظر ده كده شايفين انا بطبطب عليها ازاي، او ان انا بضغط عليها ازاي، ولا بتشقق ولا بتعمل اي حاجه خالص، ما شاء الله عليها. الفرن عندي 150، هحط دول عشان لما ترجعوا لي تشوفوا التسويه بتاعتها عامله ازاي. يبقى اللي انا عملته قدامكم على الهوا سواء البيتيفور او الغريبه سويناه مع بعض. مشكله قابلتنا في البيتيفور، قلت لكم ايه الحل بتاعها، نفس النظام عملتها في الغريبه ولحقتها، وقلت لكم علشان ما نقعش في نفس الغلطه اللي وقعنا فيها في البيتيفور، او ان احنا ما نضطرش نحتاج لشويه زبده كمان، لا حطينا حبه دقيق في شويه دقيق لحد ما لمت العجينه معانا وبدانا ان احنا نشكلها. العجينه مضمونه معاك ازاي؟ ان انت تلفيها وتشكليها وتدوسي عليها تلاقيها ما بتشققش، ناعمه زي ما هي. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نكمل بقيه حلقتنا، خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديه.
بص يا جيمي، هي النية بتبقى واحدة بتفور بتنتهي بسبعة تمانية بق واحد، انت ما تعرفش انت بتعمل ايه. يعني فاكر زي ما زي البلح الصغير ده اللي تقعد تبقى واكل واحدتين تلاتة تلاقي هو بتفور كده، طعمه هايل بجد. جربوه مش تندموا، بس اختاروا نوع دقيق حلو. ما بتقتمش، حلو قوي. محمد ابراهيم بيقول لي حلو قوي، جربوه مش تندموا. بنت ياسمين بتقول لي حلو قوي برده، عايزه واحده تعالي كل ورغده كلته. صحتين وعافيه على قلبك يا رب. اه امين. نركن الطبخه على جنب ونركن الزين اللي عمل لنا مشكله على الصبح على جنب، نركن كل حاجه بقى. في المهم النتيجه في النهايه ايا كان اللي بيحصل وبنصلحه وبيطلع معانا مظبوط. اهم حاجه ان احنا ما نهدرش المقادير، ما نهدرش الحاجه بتاعتنا، وتطلع حاجه احنا راضيين عليها وتطلع مظبوط. طب نيجي بقى دلوقتي لعرض النهارده من ريجينكس. قبل ما ابدا في عرض النهارده عايزه اشكر كل الناس كل الناس كل الناس حبايب قلبي، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، بحمد ربنا عليهم وعلى اللي حصل لي في الثلاث ايام، وبالاخص في ثالث يوم. يعني هم الثلاث ايام كلهم ما شاء الله عليهم، بس بالاخص في ثالث يوم. ليه بالاخص في ثالث يوم؟ انا قابلت كميه ناس جايين من بلاد علشان ياخدوا المنتج ويشوفوني. مدام سوسو ومنار وفاطمه والناس اللي جايه لي من بني سويف، والناس اللي جايه لي من اسماعيليه، والناس اللي جايه لي من قنا، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. انا اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مجرد ما كانت واحده تقول لي فيهم انا جايه لك من المكان الفلاني علشان بس اشوفك واقابلك، عشان انت ما تعرفيش انا بحبك ازاي، اول كلمه قبل ما بشكرها بشكر ربنا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. حبكم ليا، والناس طبعا مش معنى كده ان الناس اللي ما قدرتش تيجي ما بتحبنيش، بس والله العظيم حبكم ليا. ويمكن ربنا بيقول لي الناس هي اللي بتحبك، سيبك من اي حد يضايقك او الكلام ده كله، دي ناس واثقه فيكي وواثقه في المنتج. لما ادخل تدخل عليا واحده كده والله العظيم كان ختامها مسك، كانت اخر واحده دخلت لي وخلاص المول بيقفل والمفروض ان احنا ماشيين، وكانت اخر واحده دخلت لي والله 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 وربنا يشهد على كلامي ان هي والده بقالها 40 يوم وجايبه جوزها وجايبه النونو، وقسما بالله جايه مش قادره ومتكلفته ومش قادره، وجايه تقول لي انا جايه اشوفك واديني كل اللي عندك. قلت لها طب انت محتاجه ايه؟ انت عايزه ايه؟ قالت لي انا بصي انا مفيش حاجه معينه عايزاها، انا عايزه كل اللي انت بتتكلمي عنه، كل اللي انت بتتكلمي عنه سواء للشعر او للبشره او للجسم انا عايزاه كله، اديني كل المجموعه. قلت لها طب تعرفي؟ قالت لي والله هاخدها من وشك، انا عايزاها عشان انا باثق في كلامك وعارفه انت شكلك عامل ازاي، وعارفه ان انت بتبقي مصداقيه من جواكي، انا مصدقاكي وعارفه المنتج هيبقى عامل ازاي، وخدي رقم تليفوني علشان لما اجي اطلب تبقى الرقم متسجل عندكم. انتوا شفتوا كرم ربنا قد ايه؟ ان واحده تبقى والده بقالها 40 يوم وقايمه متكلفته وجوزها جايب البيبي ومكلفتاه علشان بس تيجي جايه تقول لي انا جايه واقول يا رب الحقك، عشان انت قلتي مش هتيجي ثالث يوم انا جايه وبدعي ربنا وبقول يا رب الحقك وانت موجوده، انا باثق فيكي وفي كلامك، انا عايزه المنتج كله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على المسؤوليه اللي اتحطت على كتافي زياده، ان حد يبقى عنده ثقه فيا قوي بالشكل ده وجايه تاخد المنتج بالشكل ده وما عندهاش حاجه معينه عايزاها، لا انا عايزه كل المنتجات. الله اكبر الله اللهم بارك، ربنا يبارك لها يا رب. علشان كده حبيت النهارده ان اطلع لكم بحاجه مختلفه، اطلع لكم بهديه، اطلع لكم. هو الاسبوع كله ان شاء الله باذن الله هيبقى فيه هدايا، بس كل يوم ويمكن يكمل العرض دوت معايا لاخر الاسبوع، الله اعلم دنيتنا فيها ايه. اه يا نعمه يا غريبه، لا لسه طيب العرض بتاع النهارده ايه يا نونا؟ يلا بقى بينا نعرف العرض بتاعنا النهارده. مدياكي روتين بشره بس معاه هديه، انت واخده ثلاث قطع، واخده قطعتين وعليهم الثالثه هديه، قطعتين وعليهم الثالثه هديه، والهديه النهارده مش اي هديه، الهديه اللي انا مطلعاها وهي الغسول. الهديه اللي انا مطلعاها وهي الغسول. العرض ايه؟ كريم بشره سيرم ليلي، العرض الغسول هديه. كريم بشره سيرم ليلي غسول هديه. نوصل للمنتجات دي ازاي يا نونا؟ بسرعه، الارقام معاكم على الشاشه، ثلاث ارقام لثلاث شبكات بسعر الدقيقه العاديه. طب نوصل ازاي يا نونا؟ انا مش عارفه اتصل او مش عارفه، بس الصفحه بتاعت ريجينكس عندي سهلة وبسيطة يا ست الناس. هنعمل ايه؟ هنفتح كاميرا الموبايل يا جيمي،
وهبدا ادخل على الكيو ار اللي موجود على الشاشه جنب الارقام، هيطلع لنا لينك، ندخل على اللينك على طول. ادي اللينك بتاعنا اهو، صفحه ريجينكس. هنا في واتساب، هتدوسي على الزرار ده على طول كده تلاقي نفسك على الواتساب عنده، وادي العرض اهو. غسول هديه مجانيه عند شراء كريم البشره وسيرم الليل. نشوف كده بيقولوا ايه علينا في ريجينكس. ريجينكس والشيف نونا بيقدموا لك عرض مميز للعنايه ببشرتك في جو الشتاء، يلا الحقي بسرعه واستفادي بالعرض قبل الغسول المجاني ما يخلص. مكوناتنا كلها طبيعيه 100%، وادي العرض اهو. كريم بشره سيرم ليلي عليه غسول هديه، كريم بشره سيرم ليلي عليه غسول هديه. احنا في الشتاء، احنا في الشتاء، في ناس كسلويين ما بيقدروش اصلا يقوموا من السرير، وطبعا الشتاء ما بترحمش ولا صغير ولا كبير، اللي بيهتموا طول عمرهم برضه بيتاثروا، واللي ما بيهتموش هو الاثر بيبقى عليهم اكتر. فانا النهارده مقدمه لك عرض ما شاء الله عليه، مقدمه لك روتين الله اكبر عليه، معاه هديه، ومعنى ان انت يا نونا مطلعه الغسول هديه يبقى الكميه بتاعته قليله، معنى ان انا اطلع الغسول هديه يبقى الكميه بتاعته قليله. خدوها قاعده كده، بيبقى فاضل حبه قليلين وببقى خايفه الناس تعمل اوردرات وما تكملش، فببدا ان انا اطلعه هديه علشان هو فعلا هديه نتهادى بيها. فالعرض بتاع النهارده زي ما حضراتكم شايفين اهو، عبوتين الثالثه هديه، كريم بشره وسيرم ليلي غسول هديه، ادي العرض اهو، عرض ما يتفوتش. طب نوصل له ازاي؟ طريقه سهله جدا وبسيطه، مش عارفه تدخلي على الكيو ار، عندك ثلاث ارقام للثلاث شبكات بسعر الدقيقة العادية، كل اللي طالباه من حضرتك هتمسكي الموبايل وانت معايا دلوقتي كده وتطلعي شبكة الاتصال او عندك الاتصال بتاعك، تطلعي لوحة المفاتيح الرقم قدامك، تبدأي تتصلي وتطلبي. سجلي الرقم عندك وشوفي ولادك ولا مرات ابنك ولا اختك عايزين ايه وابدأوا ابعتوا على الواتساب، مفيش أي مشكلة. طيب ندخل على الصفحة ازاي يا نونا عشان لو عايزين نسأل على عروض تانية؟ الكيو ار قدامكم اهو، ندوس على كاميرا الموبايل، نبدأ نعمل كده الكيو ار، ندوس على اللينك، دخلنا على صفحة ريجينكس، صفحة الجمال كله أهو، عليها واتساب، كل اللي هتعمليه هتدوسي على الزرار ده كده أهو. دوسنا على الزرار بتاع الواتساب، تلاقي نفسك اتفتح الواتساب بتاعه. تبدأي تطلبي على طول اللي أنت عايزاه. تكة زرار، تكة زرار، تطلبي اللي أنت عايزاه. نفتح تاني يا جيمي كده، أدي كاميرا الموبايل. الناس اللي بتبعت على الرسائل بكام والتوصيل كام هيترد عليكم حالا. ادي اللينك، ندخل على صفحه ريجينكس، تكت زرار على الواتساب تلاقي نفسك جوه، وهنا عندهم ماسنجر اهو للرسائل. طيب ندخل كده والعرض بتاعنا اهو، العرض بتاعنا اهو. كنا بادئين العرض من دقيقه او من دقيقه ونص، كنا ب 61 كومنت، دلوقتي بقينا 91، الله اكبر، 91 الله اكبر. وادي اهو، ادي الكومنتات اهي 91، وادي العرض بتاعنا اهو ما شاء الله عليه. الغسول منور، لما تاخديه النهارده هديه مش منور بس العرض، لا ده هينور وشك كمان. الغسول بتاعنا الميزه بتاعته ان هو بيعالج ما بينشفش، بيعالج ما بينشفش. في انواع غسول كتير جدا ابدأي تحطيها على وشك او على ايديكي او تغسلي بيها وشك، وخصوصا في الشتاء اللي احنا فيها دي اكتر من الصيف كمان، تلاقي وشك قشر، تلاقي وشك نشف، محتاجه تحطي كريم ترطيب. فلا يا باشا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا تستخدمي الغسول بتاعنا ما شاء الله يفتح بشرتك وينورها في لحظتها ومطريها ومرطبها. عايزه بقى تكملي الروتين هتستخدمي بعدها السيرم الليل. ما تيجي كده يا احمد نعمل تجربه واحنا بنتكلم عن العرض. عندنا هنا اهو بوله، وعندي فيها شوية من المية، وده اللي احنا عملناه على بشرتي واحنا في اللايف في مول مصر. هعمل كده، بليت ايدي وادي الغسول، سنة بسيطة منه، واعمل كده بالشكل ده، اغسل ايدي اهو، غسلت ايدي وتمام وزي الفل. ابدأ اشطفها، الفوطه عندك في البيت او مناديل ما نكحتش، سيبني بعمل كده. اللي انا بعمله على ايدي ده حضرتك هتعمليه على بشرتك، تنشفي بالشكل ده كده علشان بشرتك تبقى لسه منديه، انا مش عايزه ان هي تكحتيها وتتعبيها. اهو نشفت وتمام وزي الفل. بعد الغسول
السيرم سلاسل الذهب اللي جت ناس الايفنت سالت عليه بالاسم. اعمل كده، شايفين المنظر؟ انا مش عايزه اكتر من كده، شايفين انا حطيت قد ايه؟ هم نقطتين. اعمل كده، بسم الله ما شاء الله، شايفين اللمعان؟ الناس اللي جت للايفنت وجربته على وشها وهي واقفه وجربته على ايديها، ناس انا جربت معاهم الغسول على ايديهم وما بقوش مصدقين وكانوا هيتصدموا، لان بتقول لي انا لسه غاسله ايديا، حطيت لها الغسول وجربناه على ايديها وفرقنا ايديها بالشكل ده كده في شكل دائري، طلع وبره وطلع طينه، بقت هتتصدم وهتتجنن، ازاي ده انا لسه غاسله ايديا وكانت زي الفل؟ ما احنا قلنا ان الغسول بتاعنا بيعمل تنظيف عميق، بيعمل حاجات انت مش شايفاها اصلا. حطينا السيرم وتمام وزي الفل، نحط كريم البشره حته صغيره مش كتير علشان هو بيفتح تفتيح وقتي وانا مش عايزه ايه ايديا تبقى فاتحه قوي. حطينا الكريم، الله اكبر اللهم بارك. بصوا دي اتعملت غسول بس نضفت يعني نتفت، لكن ده اتحط عليها سيرم وكريم تفتيح، شايفين الفرق؟ شايفين التفتيح الفوري واللون عامل ازاي؟ شايفين اللمعان؟ لؤلؤ، تبقي ماشيه في البيت لؤلؤ بتنوري. تجربه اهي وعملتها قدامكم هناك وعملتها قدامكم قبل كده في كذا فيديو وفي كذا لايف ووريتكم الشكل بيبقى عامل ازاي. مستنيه ايه؟ بنحارب الشتاء وبنحارب التجاعيد وبنحارب النشفان بتاع الوش وبنحارب ان اللون البشره بتاعتنا تبقى مش متوحده، بنحارب الخطوط اللي حوالين العين وحوالين البق. اخر مره يا جيمي نفتح الكيو ار، ادي كاميرا الموبايل اهي، ونفتح الكيو ار علشان ندخل نشوف كومنتاتنا كانت 91 يا ترى بقت عامله كام دلوقتي. الواتساب اهو، الناس اللي داخله بتسال على الرسايل بكام هيترد عليكم حالا. الواتساب اهو تدوسي عليه تلاقي نفسك على الواتساب جوه، ندخل كده. الله هو اكبر اللهم بارك، كنا 91 يا جيمي، اعمل زوم كده معايا، 124 من 1 ل 90 ل 124، الله هو اكبر اللهم بارك، علشان فعلا عرضنا ما يتفوتش. حضرتك النهارده مستفاده عبوتين عليهم التالته هديه، ومش اي هديه، حضرتك واخده كريم بشره سيرم واخده الغسول هديه، ووريتك عينه دلوقتي ووريتك شكل ايديا والفرق بينهم، وقلت لك على الناس اللي استخدموه قدامنا وانا استخدمته لهم والبنات اللي معايا من فريق ريجينكس استخدمه لهم، وكانت هتتجنن ومصدومه ان ازاي ايديها مطلعه وبره ومطلعه طينه كده. غسول عميق، غسول بيعمل تنظيف عميق، بيطلع المستخبي. احنا كمان عايزينك تطلعي المستخبي، حلاوتك المستخبيه ورا البشره الناشفه ورا التجاعيد ورا البهتان وورا عدم توحيد البشره، ده جمالك المستخبي ده احنا عايزين نطلعه، هيطلع ان شاء الله على ايدينا وعلى ايدينا ريجينكس. غسول وسيرم وكريم بشره في عرض النهارده، واخده الغسول هديه، اوعوا تفوتوا العرض علشان انتوا اللي مستفيدين، ويلا بينا نحارب الشتاء ونحارب التجاعيد. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم. بتعدنا بكره ان شاء الله، عندنا ايه بكره يا رغده في حاجه العيد؟ عندنا المنيل وعندنا كعب الغزال، بكره في الحلقه ان شاء الله هنعملهم ملبن وعجوه وباسهل الطرق. كل سنه وانتم طيبين وعيد عليكم الايام بخير، اسيبكم بخير واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.